الحمد لله الذي خلق الخلق فجعل منهم سعداء وأشقياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم الرسل والأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم العرض واللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الحياة الطيبة الهنية والسعادة الدائمة الرضية مطلب ينشده كل البشر، وأمنية يسعى لها كل من يروم العقبى والظفر. تهفو لها النفوس، وتفتر لها الثغور، وتلذ بها الأفئدة، وتنشرح لها الصدور. فما من إنسان إلا ويحب أن يكون من السعداء، ويكره أن يكون في زمرة الأشقياء، ولكن قليلاً من الساعين من يسلك سبل السعادة الشرعية ويراعي أسبابها الحقيقية. فلقد تنوعت مشارب الناس في البحث عن السعادة، فمنهم من توهمها في كثرة المال وتعدد الذرية، ومنهم من يتخيلها في المنصب والجاه وتحقيق الرغبات الشخصية، ومنهم من ينشدها في الشهرة وزيادة المتابعين والمعجبين، ومنهم من يرومها في فن يؤديه أو مقطع يظهر فيه. فهل نال هؤلاء السعادة وظفروا بها؟ لقد ضل كثيرون طريقها، وظلت نفوسهم حائرة، ثم باءوا في النهاية بالصفقة الكاسدة الخاسرة. ففرعون أغواه ملكه، وقارون أشقاه ماله، وهامان أرداه سلطانه، وكم من مشهور عاد وعاش منكسرا عليلا، وكم من ظنه الناس سعيدا مات تعيسا مخذولا، لأنهم طلبوا السعادة بغير الحقيقي من أسبابها، ودخلوا إليها من غير المشروع من أبوابها، ولم يكن ما سعوا له وبحثوا عنه إلا كما قال الله عز وجل: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. عباد الله، من رام السعادة الحقيقية سلك مسالكها الشرعية. فمن أحب أن يكون سعيدا فليحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ولينأ عن الشرك والتنديد والبدع والضلالات والمعاصي والمنكرات. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فمن وحد الله توحيدا خالصا وعمل عملا صالحا صادقا عاش عيشة هنية ومات ميتة سوية. وهكذا ينبغي أن يكون العبد عباد الله، ودخل بذلك الجنة راضيا مرضيا. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معشر المؤمنين، ومن طلب السعادة غذى روحه بالإيمان، وطهر قلبه من الأوضار والأدران. وإذا كان غذاء الجسد الطعام والشراب، فإن غذاء الروح ما في السنة والكتاب من الطاعة والدعاء والذكر المستطاب. فلا نعيم للروح ولا راحة للقلب حتى يعرف حق ربه فيعبده بأمره ونهيه. قال الله سبحانه:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأي لذة كتلك التي يجدها العابد الراغب الراهب الزاهد المتوكل. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أيها الأحبة، ومن أحب أن يحيا سعيدا فليكن عن الطمع والجشع بعيدا، إذ إن مد الإنسان عينيه إلى ما عند غيره وكثرة المقارنة وقلة القناعة بما لديه تعود بالضرر عليه. فإن كان غنيا فسيرى من هو أغنى منه، وإن كان جميلا فسيلقى من هو أجمل منه، وإن كان قويا فسوف يلقى من هو أقوى منه. ومن قنع بما رزقه الله وكف عما في أيدي خلق الله أراح نفسه وسد بالرضا نقصه. قال الله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي الحديث الشريف: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وفي الأمثال السائرة: من راقب الناس ما تغمى، ولله در القائل هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله. فاتقوا الله عباد الله. وعلى من أراد السعادة أن يثمن ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى، إذ عند كل إنسان نعم كثيرة وآلاء وفيرة غير أنه لا يلتفت إلى ما لديه من أمن وإيمان وراحة واطمئنان ومن عافية وصحة وستر وسمع وبصر وفكر وحواس وأعضاء. لو عرضت عليه فيها ملايين لما رضي أن يقايضها بها. فمن ثمن ما عنده من آلاء ونعم وقوم ما يدرأ عنه من كروب ونقم اطمأنت نفسه وسكنت جوارحه وارتاح قلبه. جاء عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إخوة الإسلام، ومن عاش مع الناس في أفراحهم وأتراحهم وفي آمالهم وآلامهم يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا يغش ولا يحسد ولا يشاحن ولا يحقد، عاش سعيدا وظل عن الشقاء بعيدا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. عباد الله، وليكن لدى العبد مشروع في هذه الحياة يعمل فيه،
فإن من يقعد عطالا بلا عمل بطالا بلا أمل سيسأم الحياة ويمل الوجود، ولا بد من سد الفراغ بشيء ينفع في دين أو دنيا، فلا سعادة بلا مشقة ولا لذة لمن لم يتجرع المرارة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والأقدام قتال. وليجعل مبتغاه الآخرة ولا ييأس ولا ينسى نصيبه من الدنيا، فإذا فعل ذلك فاز بالسعادة في الدارين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عباد الله، إن سعادة الدنيا ناقصة أمدية، وسعادة الآخرة كاملة أبدية، والعاقل من اشترى الكاملة الأبدية بالناقصة الأبدية. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا بحفظك، واكلأه برعايتك، ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل أعمالهما في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.